إش 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 إيه إش إش دي؟ بجاملك عشان الطقم الجديد. ما أنا عارف، أنا قصدي جبتها منين. ما علينا، هاتلي سارة برتقال. أوكي. إيه يا حبيبتي، إيه الأخبار دلوقتي؟ الحمد لله المغص دي شوية، يا رب بس ما يرجعش تاني. لا إن شاء الله مش هيرجع تاني، أنت بس امشي على المرهم اللي اديتهولك الدكتورة زومبا وهتبقي زي الفل. أنت بتهزر يا يوسف صح؟ على فكرة زومبا دي بقى هتجيب أجلي قريب. اتفضلي. إيه ده؟ أنت سمعت اللي أنا سمعته؟ إيه ده يا زومبا؟ عصير ليا؟ وكمان اتفضلي مش هتفحي؟ الله شكرا قوي. طب ده عصير إيه ده بقى؟ موز تفندي. إيه؟ موز تفندي. ودي إيه بقى فاكهة المستفندي دي يا زومبا؟ جبتيها منين؟ زرعتها في الحديقة. ما شاء الله، وبتزرع كمان. وشكلها إيه بقى ثمرة المستفندي دي يا زومبا؟ شبه ثمرة البسلة بالجزر. طب أنا بقى عايز أشوف شكل ثمرة المستفندي دي يا زومبا. حاضر. إيه ده؟ موزة برتقاني؟ أنتِ خلصتي علينا فزهقتي فدخلتي بقى تلعبي في نظام الكون؟ وطعمها إيه بقى ثمرة المستفندي دي؟ فراولة؟ قلقاس. لا جميلة، ازرعي منها كتير بقى، ده احنا ممكن نصدر منها، دي مش موجودة في حتة. ما لقيش عندك بطاطم؟ موجود. الله أكبر، بطاطسها حمرة. طب في طماطس؟ جهل، مفيش حاجة اسمها كده. والله؟ يعني هي جت على الجملة بتاعتي؟ وبعدين أنا برضو اللي جهلة؟ لا صح، انتي معاكي حق، هي ساره فعلا بتسال اسئله مش منطقيه. بقول لك ايه، سيبك بقى منها خالص، انا خليت لذيذ يعمل لك عصير برتقال، انتي اصلا مش قادره تاكلي حاجه. البرتقال؟ ايه ده يا لذيذ، ما كنت تجيب الشجر احسن، انت جايب البرتقال سليم. عايزه بايظ؟ لا عايزه عصير، انا قلت لك عايز عصير برتقال عشان ساره. لا انت قلت عايز برتقال لساره عشان تبطل افوره. ايه 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 الافوره؟ ما قلتش انا الافوره دي، انا قلت له هو عايز عصير برتقال لساره عشان بطنها، كان قصدي عصير. ابقى وضح. ماشي يا سيدي انا اسف. ثانيه واحده، يعني انت يوسف مستغرب قوي ان البرتقال سليم ومش مستغرب مثلا ان البرتقال لونه ازرق؟ اه صحيح، انت جايب البرتقال الازرق ده منين؟ من الحديقه، من محصول زومبا طبعا. ايوه زومبا تزرع وانا اقلع. تقلع؟ اقلع لك. لا ما تقلعش ما تقلعش، خلاص خليك. ها مين بقى اللي هيعصر لنا البرتقال الازرق الحلو ده؟ سارة او يوسف او لذيذ. وسيادتك ايه بقى؟ برا عني. ايه اللمضه دي؟ لا 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 انا مش هاخدها معايا الميتنج ده، هتفضحنا. خش جوه يا زومبا. احسن برضو. الحاجه تجري دلوقتي ازاي؟ خدي هنا تعالي. خير. اسمعي يا طينه، انتي هتنزلي وهتيجي معايا الميتنج غصب عنك، وهنقابل المستثمرين اللي اشتروا نص الشركه عشان نصنع من لذيذ ومنك نسخ تانية. سمعتي انا قلت ايه؟ هنصنع منك نسخ تانية. انتي عارفه حجم المصيبه اللي احنا هنعملها في الكوكب؟ واوعدك لو ظبطتي نفسك وما فضحتنيش انا هسيبك بقى تروحي الحديقه بتاعتك وتزرعي الكانتالوز والعناناس وكل الفروت سلد اللي انتي نفسك فيه. حاضر.